السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا حبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخوكم محمد سعد من قناة حمام في غيتي. كان جاي لنا سؤال من راجل محترم لسه عايز يبدأ في النش. كان بيقول ايه احسن انواع النش او اسهل انواع تتنش دلوقتي لغاية ما اتعلم؟ بص يا صاحبي، انت لو بتنش في عشة او بتنش في أوضة او بتنش من شباك، ابدأ بالكريزلي والاسترالي والجمعية والشامي. يعني الاربع انواع دول، الكريزلي والاسترالي والجمعية والشامي، حمامة سهلة تتنش ومش هتتعبك في نشها، تمام؟ ايا كان، فانت برضو بتتعامل معاهم واحدة واحدة، بتخليهم يحفظوا المكان، يحفظوا ارضية المكان، بتفتح لهم يعني، ربنا يزيده ويبارك. يعني هيبقى هتنش حمام كتير طبعا. ما تبدأش، الناس اللي بتقول لك انا عايز ابدأ في غزار، لا ما تبدأش في غزار، عشان الغزار مقرف شوية في النش. فانت الاحسن تبدأ بالاربع انواع دول، هتظبط الدنيا جامد قوي يعني فيهم. ولو عايز يعني مثلا هتبدا معاهم ماشي ازاي، انا اقول لك تجيب ازاي زغليل بصحه جيده وصحه كويسه برضه بتنزل. حاول ان انت يعني تشتري من السوق حمام يبقى فايق وحلو، او تريح دماغك وتشوف حد بيفرق حمامتين كويسين وتروح تاخد منه. مثلا تبدا ب10 زغليل او بخمس زغليل، من 5 ل 10، وتحاول تشكلهم. يعني ما تختارش استرالي بس او كريزلي بس، عشان الدنيا تتظبط معايا. وبرضك لو عوزت اي حاجه خش لنا على القناه في الكومنتات، احنا تحت امرك في اي حاجه، واسال، مش هنجل مع حد في حاجه، وتحت امركم في اي حاجه تطلبوها باذن الله خير. واستنونا في كل جديد، ويا رب لو استفدتوا حاجه مننا، احنا بس هننزل فيديوهات كتير الفتره الجايه، ممكن يبقى كل يوم فيديو باذن الله او فيديوين. يعني ان شاء الله تظبط الدنيا وتحت امرك، تمام؟ ولو عوزت اي حاجه قلب في الفيديوهات تحت، هتلاقي كتير جدا وهتستفاد من حاجات كتير. ولو استفدت بحاجه ما تنساش اللايك والشير واشتراك في القناه عشان تيجي لك كل جديد لينا. السلام عليكم.